بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا محاضرتنا لهذا اليوم راح تتعلق بالاقتران البكتيري (bacterial conjugation). تعد عملية الاقتران البكتيري من أكثر عمليات الانتقال الأفقي للجينات اللي هو الهوريزنتال جين ترانسفير، وأنا وضحت لكم شنو الهوريزنتال جين ترانسفير اللي هو ينتقل بين الأنواع البكتيرية اللي هي من نوع واحد أو من أجناس مختلفة أو من نفس العائلة، يختلف عن انتقال الجينات من الآباء إلى البروجيني الناتجة أو السلالات الناتجة، يعني عبر الانقسام الانشطار اللي هو طريقة تكاثر البكتيريا. هذا النوع من أنواع الانتقال للجينات يحدث بنقل المعلومات الوراثية أو الجينات بين أنواع أو أجناس بكتيرية مختلفة من خلال الاتصال المباشر بين الخليتين المقترنتين. واحدة منهم راح تسمى الدونر المعطية، والثانية راح تسمى الريسيبينت المستقبلة. الدونر بالضرورة أن تحتوي على بلازميد يسمى البلازميد الاقتراني أو يسمونه الأف بلازميد. هذا الأف بلازميد تكون الخلية المستلمة غير محتوية عليه، ولهذا يرمز للخلية المستلمة بالأف ماينس ويرمز للخلية المعطية بالأف بلاس. هذا الاقتران راح يتم عبر شعيرة أو جسر يسمى السيكس بلاي، أو يسمى شعيرة الاقتران، أو يسمى جسر الاقتران conjugation bridge. هذه العملية يتم نقل بلازميد أو جزء من الكروموسوم أو كل الكروموسوم إلى الخلية المستلمة. طبعا هاي العملية اكتشفت عام 1946 من قبل تاتوم وليدربيرغ. هاي العملية أوضحوا بيها بذاك الوقت أنه عملية الاقتران تتضمن انتقال البلازميد أو ترانسبوزون وتعود على الخلية المستلمة بالنفع مثل مقاومة المضادات الحيوية أو استهلاك مادة من العناصر الثقيلة أو الكربوهيدرات أو الهيدروكربون تمكنها من استغلال بعض المغذيات. ببساطة هي عملية الاقتران البكتيري، تنسج نوعين من البكتيريا وتسمح لهم بالاقتران ومن ثم تكوين صفات جديدة لا يملكها كلا الأبوين، بحيث راح تنمو البكتيريا المستلمة على أوساط ما كانت تنمو عليها ولا ينمو عليها المعطي أو الدونر. وهنا بالرسم راح تلاحظون أنه هاي بكتيريتين، واحدة من عندهم الدونر وواحدة من عندهم الريسيبينت المستلم، وبيناتهم جسر الاقتران. طبعا عملية الاقتران البكتيري عموما توجد في الخلايا البكتيرية السالبة لصبغة جرام، وخصوصا في الجنس البكتيري الانتيروبكتيريس أجناس العائلة المعوية، لكن موجودة أيضا في بعض أجناس البكتيريا الموجبة لصبغة جرام، وخصوصا في بكتيريا ستربتومايسيس، وهذا ما يفسر وجود التنوع الواسع من المضادات الحيوية التي تتجه البكتيريا ستربتومايسيس. ليش؟ لأنه عمليات الاقتران أنتج خلتها كل أنواعها كل مرة تمتلك صفات جديدة وتنتج لنا مضادات جديدة. طبعا الأف بلازميد اكتشفوه أثناء محاولة مزج أنواع مختلفة من بكتيريا الكولاي للحصول على بكتيريا إلها القدرة على مقاومة عوز غذائي معين. تعرفون شنو العوز الغذائي؟ العوز الغذائي إنه البكتيريا لا تستطيع النمو على وسط لا يحتوي على كل المغذيات. يعني مثلا أجيب بكتيريا إيكولاي أنميها على وسط مثلا لا يحتوي على الهستيدين، هي ما لها القدرة على أن تنتج الهستيدين، ما راح تقدر تنمو. فحاولوا النمو البكتيريا على وسط بعوز غذائي معين، فقاموا شو يسوون؟ يخلطون أنواع بكتيرية مختلفة إلى أن وصلوا إلى بكتيريا تنمو على الوسط. فاعتبروا أن البكتيريا اللي أنطت هذا العنصر الغذائي للبكتيريا الأخرى هي البكتيريا الذكرية، واعتبروا الخلية المستلمة هي البكتيريا الأنثوية، وفي هذه الحالة تتحول كلا الخليتين إلى أف بلاس. يعني البلازميد شو راح يسوي؟ راح
يتضاعف داخل الخلية المعطية ويعطي نسخة للخلية المستلمة، بحيث تتحول كل الخليتين إلى خلية معطية في المرحلة القادمة. وهذا هنا رسم مبسط للأف بلازميد في بكتيريا الإيكولاي. راح نشوف الأف بلازميد هو عبارة عن بلازميد يتكون تقريبا من حوالي 100 كيلو بيسبر، يحتوي على انسيرشن سيكونس 3، انسيرشن سيكونس 3، انسيرشن سيكونس 2، ترانسبوزون ألف، والترالوجين والأورجين أوف ريبليكيشن والأورجين أوف ترانسفير. هذا من كلهم أجزاء مهمة بالأف بلازميد. فالاقتران طبعا اصبح مهم جدا في الدراسات المرضيه الوراثيه. ليش؟ لانه عمليه الاقتران غير محدده بجنس معين، يمكن البلازميدات ان تنتقل بين اجناس مختلفه، يمكن ان تنقل المقاومه المضادات الحياتيه بين جنس واخر. متطلبات عمليه الاقتران جدا بسيطه، انه البكتيريا المانحه لازم بيها اف بلازميد وتحتوي على البيلاي او الاهلاب الجنسيه، والبكتيريا المستلمة لا تحتوي على بلازميد الاقتران وما عندها أهداب جنسية ولهذا ممكن أن تستقبل. يتصف البلازميد الاقتراني بعدة مواصفات. حتى يكون اف بلازميد لازم بمواصفات معينة. اولا لازم يكون قادر على حشر نفسه ضمن كروموسوم البكتيريا المانحة بواسطة إعادة الارتباط المتماثل اللي هو الهومولوجس ريكومبينيشن، وبهاي الحالة راح نسميه الإبيسوم. يعني هذا البلازميد يقدر عنده مناطق تشبه مناطق بالكروموسوم البكتيري، بحيث يقدر على أن يحشر نفسه داخل الكروموسوم البكتيري، وبهاي الحالة راح نسميه الإبيسوم. وزن الجزيء حوالي 100 كيلو بيسبر، يعني 100 ألف قاعدة، قادرا على التضاعف الذاتي، وهي من أهم النقاط، أنه حتى يقدر يخلي نسخة بالخلية المعطية ولازم نسخة تروح للخلية المستلمة لازم قادرا على التضاعف الذاتي، ولهذا لازم يحتوي على الأورجين أوف ريبليكيشن ولازم يحتوي على الأورجين أوف ترانسفير، يعني بمنطقة التضاعف ومنطقة الانتقال. أيضا يحتوي على نظام التريب والترا اللي هي مجموعة من الجينات حوالي 40 جين تسهل عملية الانتقال. هذه الجينات بها عدة جينات مهمة، أولها جين الأهداب الجنسية وجينات منظمة أخرى. مثلا عندنا جين البلين جين. البلين جين هذا يسوي لنا الأهداب، هذا يضمن لنا بدء الاقتران. جين انزيم الاختراق الترادي، هذا الجين يشفر الانزيم يسمونه الترادي. هذا الجين مسؤول عن اختراق جدار الخلية المستلمة وبدء الاندماج الخلوي الممبرين فيوجن. يعني هو مو بس يكون جسر الاقتران، مو بس الاهلاب الجنسية تمتد من الخلية المعطية للخلية المستلمة، لازم تخترق جدار الخلية المستلمة، وهذا لازم يتبع عبر انزيم يهضم لنا الجدار ويخلي هذا الانبوب او هذا الجسر يدخل الى داخل الخلية المستلمة. هذا يشفر له جين يسمونه الترادي جين، ويشفر له انزيم يسمونه الترادي اللي يستطيع الدخول الى الخلية المستلمة. عندنا جينات الارخاء، هاي جينات الارخاء او جين انزيم الارخاء اللي هو الترا اي جين اللي يشفر لنا الانزيم يسمونه الترا اي، هذا او الترانسفير اي، هذا ممكن ان يعمل لوحده او مع مجموعه من البروتينات مكونه ما يدعى بمعقد الارخاء اللي هو الريلاكسيسوم. هذا الريلاكسيسوم يعمل على احداث قطع في احد شريطي البلازميد الحلقي عند موقع الانتقال اللي هو الاوريجين اوف ترانسفير. ومعقد الارخاء طبعا هو معقد متكون من عده بروتينات، ترا اي وترا واي وترا ام وانتجريتد هوست فاكتور اللي هو الاي اتش اف. كل هاي العوامل تجتمع حتى شو تسوي؟ حتى تطلع لنا شريط من البلازميد، يعني شريط مفرد مو الدبل هيليكس، مو الشريطين، لا راح يعمل قطع في احد الاشرطه وتبدا تنتقل، وبنفس الوقت هذا راح يكون شريط مزدوج في الخليه المستلمه، والاصل راح يكمل نفسه يكون شريط مزدوج في الخليه المعطيه، وبالتالي تصبح كلا الخليتين شنو اف بلس، يعني تحتوي على بلازميد جديد. عمليه الاقتران يمكن تلخيصها باولا بدء الاتصال اللي هو الكونتاكت انيشيشن من خلال مد جسر الاقتران اللي هو عباره عن 6 بلاي والاهداب الجنسيه، ويشفر جين
البلين لبروتينات هذه الأهداب. اثنين، اختراق الجدار الخلوي وبدء الاندماج الغشائي. وهذه العملية تحدث بواسطة إنزيم الإترادي، قلنا الإترادي اللي هو يشفر لنا لإنزيمات تسمح ببدء الاندماج الغشائي أو دخول الجسر الإقتراني إلى داخل الخلية المستلمة. الشيء الثالث، لازم يهيئ الأف بلازميد للانتقال إلى الخلية المستلمة من خلال عمل قطع في موقع الأورجين أوف ترانسفير بواسطة معقد الإرخاء اللي هو الريلاكسوم، اللي قلنا يتكون من كثير من البروتينات اللي هي الترا آي والترا واي والترا أم حتى والانتجريت هوست فاكتور، حتى يدخل إلى داخل الخلية المستلمة وممكن أن يكمل نفسه، ومن ثم يبدأ انتقال أحد شريطي البلازميد الذي يصاحبه عملية تكوين الشريط المتمم للشريط الغير مقطوع الباقي في البكتيريا المانحة بعملية تسمى الكونجوجيتيف ريبليكيشن، وتشبه هاي العملية عملية الرولينج سيركل اللي شرحناها بالكورس الأول، اللي هي الكرة المتدحرجة اللي ينفل واحد من الأشرطة ينسحب إلى الخلية المستلمة ومن ثم يكمل نفسه، والشريط الباقي في الخلية المانحة يكمل نفسه حتى تنتج لنا خليتين تحتوي على الأف بلازميد، ومن ثم انتهاء عملية الانتقال وتكوين الأشرطة المتممة وكسر جسر الانتقال لتكون خليتين بمواصفات جديدة. وهذا الرسم البسيط هنا راح يوضح لنا عملية الانتقال، حيث انه هذا البلازميد الاف بلازميد راح تتكون اول شيء الاف بلاس او اللي يسمونها السكس بلاي، راح تتكون لنا جسر بين الخليتين، ومن ثم تنكسر احد الشروط احد الاشرطة في الخلية المعطية في معقد الريلاكسوم، ينتقل الى الخلية الاخرى وينطينا بهالحالة خليتين تحتوي على الاف بلازميد، فراح يكون عندنا old donor and new donor. طبعا هاي العملية قدروا ان يسوونها او يثبتونها، ثبتها واحد اسمه ديفيز، بيسوى انبوبة بسيطة سماها انبوبة ديفيز. هاي الانبوبة جاب بكتيريتين، بكتيريا هنا ملونينها باللون الاحمر وبكتيريا ملونينها باللون الازرق، سترين اي وسترين بي. هذا سترين اي يختلف عن السترين بي بانه بي عوز غذائي لمادة معينة، فقال انه البكتيريا هنا انا اريد ازرعها على وسط ما ينمي لا هاي البكتيريا ولا هاي البكتيريا، فلازم قسم من جينات هاي البكتيريا تنتقل هنا وقسم من جينات هاي البكتيريا تنتقل هنا. هاي البكتيريا بيها اف بلازميد، هاي البكتيريا ما بيها اف بلازميد، فسوى سوالهم هاي الانبوبة يفصلها فلتر لا يسمح بمرور البكتيريا من مكان الى اخر، فشاف انه هذا الفلتر طبعا كلش رقيق بحيث الرقة مالته او السمك ماله اقل من طول الاف بلاي، اقل من طول السكس بلاي اللي هي الاهداب الموجودة، فشاف قرب الغشاء راح تتكون لنا بكتيريا جديدة تحتوي على صفات من هاي البكتيريا ذات اللون الاحمر اللي هو سترين اي. هاي التجربة هاي الانبوبة يسمونها انبوبة ديفيز. طبعا هو شلون يجيب البكتيريا قرب الغشاء؟ سوى هاي هنا سدها بقطن وهنا عرضها الى ضغط سحب بحيث دائما البكتيريا تكون متجمعة قرب الغشاء، وقدروا بهاي التجربة ان يشوفون انه البكتيريا السترين اي ما تنمو على المينيمال ميديا، السترين بي ما تنمو على المينيمال ميديا، لكن البكتيريا المنتقل اليها صفات جديدة قدرت ان تنمو على المينيمال ميديا، لان البكتيريا الاصلية كانت ميثيونين ماينس، بايوتين ماينس، تريونين بلس، ليوسين بلس، وثايروكسين بلس، بينما البكتيريا البي كانت ميثيونين بلس، بايوتين بلس والبقية ماينس، فقدروا ان يكونون بكتيريا كانت لكلهن بلس بحيث انتقلت لها الصفات من بكتيريا الى اخرى، وبالتالي انتجت لنا بكتيريا جديدة قادرة على النمو في المينيمال ميديا، فعرفوا انه هاي ما قدرت تنتقل بالترانسفورميشن ولا اكو فيروس ينقلها، هم عارفين الموضوع يعني مجربينها بالترانسفورميشن ما تنقل، مجربينها ماكو فيروس او حتى سوينا ترانسدكشن بعملية الفاج، فقالوا انه لازم بهاي تتم بعملية الاقتران. طبعا في كثير من انواع البكتيريا،
البلازميد اف، الاف بلازميد الى القابليه على حشر نفسه مع كروموسوم البكتيريا. ومن ينفصل من كروموسوم البكتيريا اثناء عمليه الاقتران ياخذ وياه كروموسوم البكتيريا ينقله للبكتيريا الاخرى. هاي البكتيريا اللي الاف بلازميد قادر على ان يحشر نفسه داخل كروموسوم الخليه البكتيريه سموها الهاي ريكومبيننت، الهاي فريكوانسي ريكومبيننت الاتش اف ار. ومن الممكن ان يحدث اقتران بين الاتش اف ار والاف ماينس، يعني مثل ما يحدث بين الاف بلس والاف ماينس، وينتج لنا خليتين اثنينهن اتش اف ار. اكو احيان اخرى يندمج الاف بلازميد داخل الكروموسوم البكتيري لفتره قصيره يكون اتش اف ار، بعدين ينفصل ياخذ وياه جزء من الجينات البكتيريه. طبعا هاي جزء من الجينات هو من راح ينفصل راح ياخذها عن طريق شنو؟ عن طريق انه ياخذ شريط واحد ويتممه، فالشريط الاخر يتمم نفسه، فتكون البكتيريا في هذه الحاله ديبلويد لبعض الجينات، يعني بيها الجين مكرر نسختين، واحد على اف بلازميد ويا الاف بلازميد، وواحد بالاصل بالكروموسوم، وهاي طبعا الحالات قليله بالبكتيريا، احنا مثل ما نعرف انه كل جينات البكتيريا هي هابلويد. لكن اذا اخذ الاف بلازميد جزء من الجينات راح تكون ديبلويد لبعض الجينات وهابلويد لجينات الاصل، وفي هذه الحاله تسمى الاف بلازميد في هذه الحاله يسمى اف برايم، لا هو اف بلس ولا هو اف ماينس، يسمونه اف برايم. الاتش اف ار ما نسميه اتش اف ار الا اذا كان مندمج في كروموسوم الخليه البكتيريه. اول من وصف هذا الاتش اف ار او البلازميدات المقترنه تكون البلازميدات الاقترانيه مندمجه على الكروموسوم هو لوكا فورزا. هذا بالسبعينات اشتغل ولقى انه البلازميد الاف ممكن ان يندمج في مواقع متعدده من الكروموسوم البكتيري. هذا الاكتشاف احدث ثورة علمية كبيرة جدا في عالم وراثة الاحياء المجهرية. ليش؟ لان لقى انه الاف بلازميد الى مواقع عديدة للاندماج، وبالتالي معناها عندي لنفس البكتيريا نفس السلالة ايكولاي اتش بي 101 خلينا نقول، او ايكولاي كي 12 بيها مثلا فدمي السلالة، كل سلالة الاف بلازميد مندمج في موقع مختلف من الكروموسوم. فبدأوا بتجارب لرسم الخرائط الكروموسومية عن طريق استخدام سلالات اتش اف ار متعددة من خلال عملية الاقتران المتقطع، وبهذا اصبح لدينا لكل بكتيريا تحتوي على الاف بلازميد سلالات متعددة من الاتش اف ار. فهنا مثلا حتى هاي الرسم بسيط يوضح لنا الـ HFR انه يندمج داخل كروموسوم الخلية البكتيرية، وممكن ان ياخذ لنا جزء من كروموسوم الخلية البكتيرية ونسميها F برايم. وهنا عملية الانتقال اذا كان مندمج بجزء من كروموسوم الخلية البكتيرية راح ينتقل ياخذ لنا كروموسوم الخلية البكتيرية بالكامل، وهنا اذا كان F برايم ممكن ان ياخذ لنا جزء من كروموسومات الخلية البكتيرية و ينطيها للخلية المستلمة. طبعا بالطبيعة او في الحالة الطبيعية يحدث انتقال الجينات لكروموسوم الخلية البكتيرية من الاف بلس الى الاف ماينس بصورة طبيعية، وهذا ما ياخذ وقت، تتحول كل الخليتين قلنا الى اف بلس. لكن ممكن ان يحدث الانتقال بين خلية اتش اف ار وخلية اف ماينس، والاقتران تقريبا في بكتيريا الايكولاي طبيعية ياخذ تقريبا 100 دقيقة حتى يحول لنا كل كروموسوم الخلية البكتيرية إلى الخلية المستلمة. لكن هذا ما يحدث إلا نادرا، يعني نادر أنه الكروموسوم كله ينتقل. ليش؟ لأنه احنا عادة البكتيريا وين تكون ببسط، كل الأوساط تتحرك، الجزيئات فيها حركة تسمى الحركة البراونية. هاي الحركة البراونية للمحاليل تخلي الهدب الجنسي أو البيلاي تنفصل بين بعد مرور فترة قصيرة. وأيضا الأف برايم ممكن ينقل معه جزء من الجينات كونه صغير الحجم. طبعا مواصفات الأف بلازميد
عملية الاقتران سهلت لنا رسم الخرائط الكروموسومية البكتيريا المحتوية على الأهلاب الجنسية، لأن الأف بلازميد من يقترن بالكروموسوم البكتيري قلنا شنو يقترن في أماكن متعددة حسب ظروف نوع البكتيريا. بهذا قلنا راح تصير عندنا عشرات أو مئات السلالات من الأتش أفار للخلية البكتيرية الواحدة أو للنوع البكتيري الواحد، وبالتالي عملية انتقال الكروموسوم البكتيري بأوقات مختلفة أو نسوي عملية تزاوج عبر الكونجوجيشن بريدج ونقطع احنا في أوقات مختلفة، وكل مرة نشوف شنو الجين اللي انتقل، معناها راح أقدر أحدد تسلسل الجينات، تتابع الجينات. فإذا فرضنا عندنا بكتيريا بها هي HFR يعني مندمج البلازميد الاف بلازميد في مكان معين من الكروموسوم، وبكتيريا اخرى هي اف ماينس. اجينا سوينا لهم اقتران، خلينا يصير بيناتهم اقتران. هاي البكتيريا الاولى كانت مثلا ثريونين بلس ليوسين بلس، يعني بيها ثريونين بيها ليوسين ومقاومه للازاسايتيدين، مقاومه للتون، لاك بوزيتيف تنتج اللاك، غالكتوزايديز بوزيتيف وستريبتومايسين ريزيستنس. وجينا زوجناه ويا بكتيريا كانت ما تنتج ثريونين ما تنتج اليوسين، حساسة لازاسايتيدين، حساسة للتون، اللاك ما تنتجه، الغالكتوزايديز ما تنتجه، وحساسة لستريبتومايسين. إذا عملنا تجربة للتزاوج المتقطع مثلا خليناه سوية ورا دقيقتين سوينا رد شديد للمحلول، خليناهم سوية وراء 10 دقائق سوينا رد شديد للمحلول، تنفصل البكتيريا بالرد الشديد، تنفصل البكتيريا بال 37 مئوية خليناهم. وجينا لقينا أول جين النقل بعد 8 دقائق هو جين الأزار، انتقل جين المقاومة وراء 8 دقائق، وراء 10 دقائق انتقل جين المقاومة التون، وراء 17 دقيقة البكتيريا حصلنا على سلالات بكتيرية كانت موجبة للاك. طبعا شو راح نعرفها هاي السلالات؟ لانه بكتيريا الاف ماينس هم بيها مواصفات ما تشبه المواصفات مال الاف بلس، كأنه مثلا تنتج قد مادة معينة ما تنتجها الاف بلس، فراح نعرف اذا هي انتجت هاي المادة واكتسبت المقاومة للازاسايتيدين بعد 8 دقائق، راح نعرف انه اول جين دخل بعد الاف بلازميد هو شنو؟ جين المقاومة للازاسايتيدين، وراها ورا 10 دقائق دخل جين التون، ورا 17 دقيقة دخل اللاك، ورا اذا استمر الاقتران ل 25 دقيقة دخل الغالكتوسايتيز. هاي الشغلة التزاوج المتقطع وبالحصول على سلالات HFR مختفى مكنتنا من رسم الخرائط الكروموسومية لكثير من أنواع البكتيريا. كثير من أنواع البكتيريا رسمنا الخرائط الكروموسومية بهاي الطريقة حتى عرفنا أنه من الجين اللي يجي قبل ومن الجين اللي يجي بعد. احنا في الدرس السابق في الترانسفورميشن قدرنا أنه نعرف تسلسل الجينات، يعني المسافة بين الجينات، وإذا كان ثلاث جينات قدرنا نعرف علاقة واحد بواحد، يعني منه مرتبط ويا الجين الأول ومنه مرتبط ويا الجين الثاني، وهل الجين الأول مرتبط ويا الجين الثاني أو الجين الثالث، عرفناه عن طريق تردد انتقال الجينات. هنا المسألة مسألة وقت، يعني من الجين اللي ينتقل أول واحد بأول دقيقة هذا الجين الأول، اللي ينتقل بالدقيقة صفر هو قبله، يعني أول ما صار التزاوج قبل ما نسوي أول عملية فصل للكونجوجيشن بريدج هذا الجين الأول، انتقلوا مثلا بالدقيقة صفر أو بالدقيقة واحد انتقلوا أربع جينات. شو راح أعرف هاي الأربع جينات شنو تسلسلها؟ وين أرجع للترانسفورميشن، وبهذا راح تنتج عندنا مسائل جديدة. هسا أنه مثلا انطيتك تجربة باقتران وتحول حتى أقدر أرسم الخارطة الكروموسوم. لهذا هسا من تدخلون على الانترنت، من تدخلون في مواقع تدورون الخرائط الكروموسومية للبكتيريا أو للبلازمينات البكتيرية، راح تلقونها كلها مرسومة بشكل مثل الساعة بها أوقات،
هاي مثلا هذا الجين بثلاث دقائق، هذا الجين ثمان دقائق، هذا الجين سبع دقائق، اي جين او اي بلازميد او اي كروموسوم بكتيري تلقونه مرسوم بالطريقه، معناها انه رسموا الخرطه الكروموسوميه مالته بطريقه الاقتران. فراح تشوفون هسه بهذا الرسم انه اول شيء بدات عمليه الاقتران، اول جينات النقله ورا الاف بلازميد شنو هو؟ الثريونين اليوسين، وراها انتقل جين كذا، وراها انتقل جين كذا، فجت لنا خارطه كروموسوميه بالتالي عرفت ان الثريونين واليوسين والازاسايتيدين والتون كل واقعات هذا بالثمان دقائق، الثريونين واليوسين واقعه قبلها، وبعدين اللاكزيت، وبعدين الجالكتوسايدز، وبالتالي راح اقدر ارسم خارطه كروموسوميه من 0 الى 25 ارتب عليها الجينات حسب انتقالها. لكن هسه اذا انتقلت لنا ثلاث جينات في الدقيقة 10 ما راح اعرف ترتيب هاي الجينات الا عن طريق التحول البكتيري، حتى اعرف ترتيب هاي الجينات، حتى اعرف هاي الجينات شلون تنتقل بتردد مساوي تردد كل منهما، يعني تردده مساوية يساوي تردد كل منهما على حدة او لا اللي اخذناه بالدرس السابق. وبالتالي راح اني هسه بطريقتين من طرق الانتقال الوراثي قدرت انه اعرف تسلسل الجينات وترتيب الجينات من حيث منه قبل منه، منه متجاور ويا منه، منه أبعد عن الآخر.